إذا دعتنا حكومة قطر لأن نذهب نخرج من هنا مدنيين، ما راح حتى ما أدخل المشكلة مع القائد العام للقوات المسلحة، لنشكل قوات تدافع عن أسوار قطر في مواجهة الغزو السعودي المحتمل، صدقني سنفعل، وبذلك ندافع عن مصالح بلادنا. لا يعني هذا أني سأعطي سك الغفران لدولة قطر عما فعلته في بلادي ولا في سوريا ولا في ليبيا، ولكني أولا لأتجنب الخطر الأكبر وأدفع الخطر الأكبر، وبدل أن تأتي بدل أن تذهب السعودية وتحت القطر